انخفاض أسعار الدواجن قبيل عيد الأضحى بالمغرب. عرفت أسعار الدجاج انخفاضا في الأيام الأخيرة بسبب الظروف المحيطة بعيد الأضحى، وقد لوحظ هذا الانخفاض في الأسعار لمدة شهر تقريبا بعد فترة من الزيادات غير المسبوقة التي أثرت على القطاع خلال شهر رمضان. وبحسب مصادر مهنية، فإن أسعار الدجاج في مزارع الدواجن وبمجرد دخول الأسواق وتتفاوت الأسعار ما بين 16 و 17 درهم للكيلوغرام الواحد. وأوضحت نفس المصادر أن انخفاض الطلب على الدجاج قبل عيد الأضحى كان وراء هذا الانخفاض. وخلال هذه الفترة كان المواطنين منشغلين في شراء لحم الضأن، مشيرين إلى أن الاستهلاك الكلي قد انخفض بنحو 30% في الأسبوعين الماضيين. وشهدت أسعار الدجاج ارتفاعا حادا خلال شهر رمضان، حيث وصلت إلى 25 درهما للكيلوغرام الواحد. وقد أثار هذا الوضع سخط المستهلكين الذين اشتكوا من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء وكذلك المنتجات الغذائية بشكل عام.